معلومات عن مكة حجازي، فتاة تيك توك اعترفت بممارسة الرذيلة مع 5 أشخاص 10 مرات. تساؤلات عديدة شهدتها محركات البحث حول مكة حجازي فتاة التيك توك، ومن هي تلك الفتاة؟ وذلك بعدما كشفت مكة حجازي خلال التحقيق معها أنها مارست الجنس مع 5 أشخاص قرابة 10 مرات، حتى أنها كانت تقيم مع شاب يدعى أيمن لفترة من الوقت في منزله. واعترفت أيضا مكة حجازي فتاة تيك توك في التحقيقات ببعض الأمور المهمة التي من بينها أنها كانت تعيش مع والدها في الجزائر، حيث أن والدها ووالدتها منفصلان منذ 10 سنوات، وبعدها سافر للعيش مع والدها في الجزائر الذي كان يعمل تاجر ملابس. وأكدت مكة حجازي فتاة تيك توك أنها عاشت مع والدها 9 سنين قبل أن تعود إلى مصر بعد زواج والدها، ولم تكن تحب وجوده معها، لتأتي مصر وتعيش مع والدتها التي كانت أيضا غير مرحبة بوجودها. وأوضحت أن والدتها كانت ترفض تصرفاتها وترفض أنواع الملابس التي اصطحبتها معها من الجزائر، وكانت تحبسها في الغرفة طالما زوج والدتها في المنزل. لذا مكة حجازي حسب ما قالته في التحقيقات شقيقتين هما فارس ونورهان. وقالت مكة حجازي فتاة التيك توك في التحقيقات: كنت متضايقة من والدتي عشان بتضربني، فقلت لها انا همشي وهسيب البيت او هموت نفسي، حتى اني مسكت موس وعورت دراعي، فاخدتني الاسم وعملت اثبات حالة وبعدها تركتني وانا مشيت ولم تحاول منعي. وقالت مكة انها رحلت بعد ذلك الى الشيخ زايد بعدما تركت والدتها، حيث ذهبت لانها كانت تعرف بعض البنات من خلال الانترنت، وتقابلوا في كافيه، وهناك تعرفت على شخص يدعى مصطفى واصطحبها الى منزله بعدما علم بحكايتها، حيث كان يعيش مع زوجتي وهناك جلست معهم 7 أيام قبل أن ترحل لرفضها اقترحوا بالمعيشة في دار رعاية. وأضافت مكة حجازي فتاة التيك توك أنها انتقلت بعد ذلك للعيش في أكتوبر مع فتيات كنا يستأجرن شقة ودرسنا بجامعة أكتوبر، وتعرفت على أكثر من فتاة عن طريق الإنترنت، وبعدها بفترة ما يقرب من 2 إلى 3 أشهر تعرفت على شخص يدعى أيمن الذي ذهبت لتعيش معه في شقته. انتقلت مكة حجازي ما بين العيش في شقة مع البنات التي تعرفت عليهن، وعند نزول تلك الفتيات أجازة كانت تذهب لتعيش مع أيمن الذي تعرفت عليه صدفة، حيث كانت ذات مرة في طريقها إلى بعض الأصدقاء، وفجأة ظهر لها بعض الشباب الذين حاولوا التحرش بها، وحينها ظهر أيمن الذي تشاجر معهم وقام بتوصيلها لشقة صديقاتها. اتصلت مكة حجازي بعد فترة بأيمن الذي قد أوصاها بأنها تتصل به إذا احتاجت أي شيء، وهو بالفعل ما قامت به فتاة التيك توك مكة حجازي عندما لم تجد مكانا لتقيم فيه، فاتصلت به فقال لها: تعالي عودي عندي كام يوم، وكانت فترة إقامتي معه في فترات مختلفة بالتناوب مع أصدقاء آخرين. واعترفت أيضا مكة حجازي خلال التحقيقات أنها مارست الجنس مع 5 أشخاص قرابة 10 مرات.